في سنة 84 أنت تلقيت دعوة لحضور مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية وصار طلب ترحيلك هالمرة من المملكة العربية السعودية. أيوه في أثناء المهرجان يعني. شو اللي صار؟ أبداً حين بأول يومين وعزمنا كان حضرنا حفل عشاء للأمير عبد الله اللي أصبح الملك فيما بعد، فكانت ويجري سكرتير وكيل الحرس الوطني وذراع الأمير عبد الله الأيمن وأبو خالد تويجري اللي كان مدير الديوان الملكي سعودي اللي انشال بعد وفاة الملك عبد الله، حاطين أوراق قابل وصل اللي تبون، اللي كتب قابل الأمير نايف، اللي كتب قابل الأمير سعود الفيصل، أمير كذا، كل الطلبات الموجودين. أنت قلت بتقابل وكان معي وكان معنا بالفندق أنيس منصور ويانا كان في ذيك الدعوة، يوسف دريس كان أيضا معي، وننتقل أنا وياه بسيارة واحدة، كان يحطين كل اثنين بسيارة معطينا. أنا طلعت ورجع كنت أبى قابل فضيلة الشيخ بن باز وعطيته ورقة وبلشت بالهذا شو اسمه الفعاليات، راح نشوف مهرجانات، حاطين مع كل مرافق ضابط ويانا ضابط يصير يعني يصير معاك مرافقك يعني. أنا كان معي رائد بالحرس الوطني فيوديني يعني لما بي شيء هو يقوم فيه. المهم مرة يومين ثلاثة أقول حق الزملاء اللي قابلوا ومرة قابلتهم قالوا إيه اللي قابل نايف اللي قابل سعود الفيصل اللي قابل. قلت أنا وأنا إيش فيني أنا ما حياني، قال لي طال. المهم سألت ضابط مالي قال لي والله ما أدري، أسأله مرة ثانية يقول لي ما أدري، مرة ثالثة يقول لي ترى أذيت أنت، قلت له أنا طالب مقابلة ما، قال ما أدري أنا لما يجون يقولوا لي أوكي. وأنا قاعد بغرفة طقطق على الباب ولا وش أقول لي يلا نفس أهوال نفس الضابط إيه. قال لي جنطتك جنطتك أفا خير رامك على الخير، قال لمها صكها ركينا الجنطة ها يلا على بلادك على الكويت. للحين الرحلة ما خلصت؟ لا تقول أربعة أيام مهرجانهم يقعد عشرة أيام ما يكم. ركبوني سيارة رحت المطار حتى ماك جوازات، دخلنا من باب الشبك سيدة للسلم وجواز يسلموا للمضيفة، واحد مضيفة رأي الكرو إيكونومي، قطاني إيكونومي يابوك بزنس يابوني بزنس إيه ردوني إيكونومي. طيب